أبرز الأحداث على الساحة الفلسطينية في الحصاد السياسي من القدس دوت كوم. أهلا بكم. قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين استشهدوا جوعا جراء الحصار المفروض على مخيم اليرموك منذ أكثر من 200 يوم ارتفع إلى 97 شهيدا. أقام مئات النشطاء من الفلسطينيين والأجانب يوم الجمعة الماضي قرية جديدة تحمل اسم باب عين حجلة قرب دير حجلة في الأغوار الشمالية الذي صدر الاحتلال نحو 1000 درهم من أراضيه. وكان نشطاء بدأوا في كانون الثاني 2013 بإقامة قرى فوق الأراضي المهددة بالمصادرة حملت أولها اسم باب الشمس. هدم جيش الاحتلال فجر الاثنين الماضي قرية العودة التي أقامها نشطاء ليومين احتجاجاً على الاستيطان في منطقة الأغوار. وقالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية اقتحمت القرية وطردت المتواجدين فيها بعد أن احتجزت 6 منهم لعدة ساعات. أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا بتجميد بناء الجدار الفاصل مؤقتاً في منطقة دير كريمزان ببيت جالا، حيث طلبت المحكمة من الدولة العبرية مبررات عدم تغيير مسار الجدار لتقليص الضرر الناجم عنه. نهاية الحصاد، شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.